تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى أيده الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الأهل الملك المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم رفع فيها الى جلاله الملك المفدى اسماء ايات التهاني واصدق التبريكات بهذه المناسبه الوطنيه داعيا الله العلي القدير ان يحفظ جلالته لتحقيق المزيد من التقدم والرقي والازدهار لمملكه البحرين.